صندوق الكرامة. هذا صندوق نص عليه هذا القانون. هيئة الحقيقة والكرامة من جملة مهامها أنها تجبر ضرر الضحايا ومسؤولة على الجبر الضرر الشامل يعني النهائي. احنا ندرس نسمعوهم ندرس الملف نقيموا الضرر ونصدروا قرارات لجبر الضرر. كي نصدروا قرارات لجبر الضرر منين الدولة باش تجبر الضرر؟ من صندوق الكرامة اللي منصوص عليه في هذا القانون. باهي هالصندوق هذايا أول حاجة تحطوا رئاسة الحكومة ومش احنا، احنا ما نصدروش الأوامر، بالقانون اللي يصدر الأوامر هو رئيس الحكومة. هو اللي يصدر الأوامر، باهي. يقول القايل علاش قلت لك ثم أشياء غالطة في الفيتي؟ نوضحوهم. نوضحوهم. يقول القايل الهيئة عندها قول فيه، صحيح؟ الهيئة عندها قول لأنه الضحايا هي اللي تحت إشرافها، التقييم ضرر عندها هي وكيفية جبر الضرر عندها هي، لكن تنفيذ جبر الضرر عند رئاسة الحكومة مش عندنا. احنا اش قلنا لهم؟ قلنا لهم راهو ثم رؤية لجبر الضرر احنا نحبوا نستشيروا بعضنا عليها في رئاسة الحكومة وبعضنا صالح يقول لك اذا هي كاسة اجا مهز فلوس واعطي. احنا شفنا التجارب المقارنة وخاصة التجربة نتاع المغرب ورونا اللي مهما كان يعني القيمة النقدية اللي تتعطى للضحايا بما أنهم هما في أوضاع يعني صعيبة برشا لو نفسانيا أو ما تتصوروش الأوضاع اللي هما فيها. كي تمدلوا برشا فلوس شي يصير؟ هذا اللي صار في المغرب، يمشي يصرفوهم وبعد ستة شهور عام يرجعوا على الحالة اللي كانوا عليها. وهذا تقييم يقول لك احنا غلطة عملناها في المغرب، اعطاوا ساعات مليار دول للواحد ضحية استبداد وبعد عام رجع ما يكسب حتى شيء. احنا بدينا نفكروا في عوض نعطيه نقد، نعطيه مشاريع لهالضحايا. يعني هو قيمته كان يا سيدي خلينا نقولوا قيمته 200 مليون جدي نيمبورت كوا، قيمته 200 مليون الضرر اللي انت لحقك ولازم نجبروا الضرر نتاعك. باهي هال 200 مليون ما نعطيهم لكش فيدك، نعطيهم في شكل مشروع والدولة ترافق صاحب المشروع لمدة طويلة حتى لين يقف على ساقيه. كيف يقع على ساقيه سايب له الفاتحة، منها تجبر ضرر متاعه هو، منها تجبر ضرر أولاده باسكو أكبر ضحية متاع الضحايا هما أولادهم وهما شباب وبلاش خدمة ومطيشين في الحيوت والله يعلم بيهم ساعات حتى الإرهاب راهو يرصدهم. هذايا الكل احنا قلنا افضل ان نفكروا في حاجه اللي هي في نفس الوقت تجبر الضرر في نفس الوقت تتامل. مازلتوا في التفكير معناتها استاذ نتاع التفكير ولا لقيتوا الحل؟ يمكن هذا اللي اثر شويه على هو شو يقول اعطيه لي توا واعطيني فلوس. هما شوف هما ذوما اللي عاملين احتجاج اي هما شو يقول لك؟ يقول لك اعطيه لي توا واعطيني فلوس. احنا جاوبناه، احنا توا قايمين باستشاره وطنيه باش نستشيروا ساعه الضحايا الكل مشي للخمسين واحد اللي جاوا احتاجوا 50. أنا قلت لهم أنتم 50 على 60 ألف، إذا ما تمثلوش 60 ألف، تمثلوا 50. سمعت رأيكم، هذا رأيي. أما أنا باش نسمع الآخرين وبعد الاستشارة باش نشوفوا أشنو الآراء تاع الضحايا ثم سنقرر سياسة جبر الضرر. هو يقول لك لا أعطيني توا، أنا وضعي صعيب أعطيني توا. هي ما نجمش أول حاجة بس ما نجمش نعطيك على خاطر الصندوق غير موجود وما فيه حتى فرنك بيسكو مش موجود وليش من نعطيه حتى شيء وخياركم مش ماشي لهذا يعني وخيارنا مزلنا نقشورة مزلنا نجمو نعملو حاجة ميكست بين اي قاعدين نخمو قلدو زادا مع مصالح متاع رئاسة الحكومة وش وحدنا راو وعملنا أنا أتوليي أولي وبش نزيدو نعملو أتوليي واحد آخر. احنا شو نقولو؟ نقولو فرضا يا سيدي رئاسة الحكومة تقول أنا مش نخرجو توا الصندوق وباش نعمل الامر وش عندنا فيها هي تحكي الكلام مانيش باش ناخذوا برايها. باهي اش باش يعملوا بيه؟ اليوم خرج امر الصندوق، اول حاجه كيفاش باش تعمروا البيدجي؟ تعدى وباش يقعد فارغ عام كامل ساعه حتى يجي البيدجي اللي بعده. ثاني حاجه احنا هالصندوق هذايا مهما كان الجهه اللي باش تسيره تحتاج الى قرارات الهيئه
اللي هي في شكل احكام كيما السيجورتا تعمل القضاء يعمل حكم يقول لك اذايا باش تعطيه 200 مليون، اذايا باش تعطيه 400 مليون، اذايا باش تعطيه 50 مليون. الاحكام غير جاهزه، علاش؟ خاطر ما كملناش التقصي واحكام جبد الرضا. وقت نكملوا التقصي وقتها الصندوق عنده معنى، واحنا نوعدوهم بحاجه وان شاء الله كتنجم على لسانك على يديك يصير هالوعد، انه نهارت اللي اول قرار جبر ضرر يصدر عن الهيئه يكون الصندوق موجود. نوعدوهم بذي انه حكايه اشهر يعني ثلاثه اربع شهور كنتارت باش نعطيه تصور شامل، تصور متكامل، تصور يرجع كرامه الضحيه، يرجع له كرامته، مش يعطيه صدقه نتاع اربع صور دي ويقول له برا روح.